شيخ عبد الرحمن ديره او كميدا علماد سومالي لان ايا كهادلي حسوغ يهود كو هيان ددك رير فلسطين وحانا او شيخو كو باقاي ان لا غرب استاغو شعبك مسلمين تي هير فلسطين ولا لهنا فلسطينيين تا اينو كو ولا لوني اسلام نيمو اي دين الهي سبحانه وتعالى رومينتا ان روميسنا هي رسول كيسا اينو كو ولا لوني وحا كو دحاي اي عيد كاستا او مسلمه وحا كو دحاي با وميدنا دنقيسا اينو كدنقنينو وميدا اينو كخنهاي اينو كمروغيسنهاي ويا مسلمين تو يا مؤمنين تو واجر قرا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد مؤمنين تو حي كدغيين سداي سو جعليين اي سوغ نخاريسنيان جير قرو النبي غور عليه الصلاه والسلام او حداي حبني كخنو ستو حبنها كلا اودن اي حمديو سو جيدو باقيسو هدابا مسلمين تو dulinimada ku dhacday muslimiinta iyo ihaanada haysata iyo muqooninta la muqooninaya ma aha awood loo sheeganaya kaliya sababta ugu weyni waxay kaga timid qallaaca ay ka qalloocdeen shariicadooda raacideedii amal falayn amal falayn taana ku amal falayn iyo amal falid la'aan taana ku dhaqmahayn shariicadi ilaahay u soo dajiyay ayaa sababta ugu weyn ee guul darada keentay ay tahay وكان النبي يقول نشيغي صلى الله عليه وسلم نبي يقول عليه الصلاة والسلام ورسولك يقول ومدوه يسوكي يارن دونان صدع عيدتك يسوكي يارن حارضة قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل ميانو يرنا هيمان انت عيدتك نومي دو بيان لا بور النبي صلى الله عليه وسلم ميا لكن وابدنتي هنا وحستهن داد حرب النبي صلى الله عليه وسلم حمبداد باتين وحما ترسان وي وقال رسولك صلى الله عليه وسلم مركات بيرها راليك النقطان الدوية جعلاتان لعضة دبدا قبستان جياتك كتكتان سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذه هي الغاية وهذا هو النصر وانا الكال لو قادو وحنبي قول عليه الصلاة والسلام مركات سريع دينك كتكتان إلهي وحيدن كل صليد الدونة الدلي دلغاس ويد سارنانيا غورما لنغا فيديا حتى ترجعوا الى دينكم الى دينتي نو لابطان مركا فلسطينيه غير كدبا وحالا قدبوني وحو يحي كو انان نقنو كو عمل فلك شرعيين يا راعي ديسي صحابدا مسلمين تو يغو انتن كتير ير كو حوايا مال ير ايي كغولايسنين قال انتن كمرق يا مال بدن صوبتنا وحي هيد كان النصر معهم وكان النصر حليفهم قوش ايا له لفاهيد صوبتنا وحي تهي وحي هايين قار كتوسا طريقة دي إلهي سبحانه وتعالى وفرين صحابة رسولك خلاف قرى وعمر كالنبي هل مرأي كبيين باوحاو قلافتي تضبات صحابين لديلو نبي إلا داو وعلا الدخرو روليه سين لريدو إنا يتبع صحابة رسولك إلهي مركو سبحانه وتعالى قرآن كقور رحم حوري أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم مركي أتب إذا كنا عدين نباطا إذن بلا بالله بأدو قيستين قالوا بواحد تنا هذين حقين وقتمت إلهي بأوتشوا أبي قل هو من عند أنفسكم نفيهن بكتمت كنا إذن كان سببتا أنتم السبب وصحابة النبي محمد ونبي محمد أحشوغي وصحابة النبي محمد وأبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي وأفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي دحشوغين أفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وإيش بين هذا كل ما أنت أنا أنت من نبت شوغينا ما هذا ما لين دونتا يوم حنين مركز صحابة إسلاع مركز وحوي اسم هذيين إذا نيم بدن بافر الله نقوم مقونية ولما أنت فر الله نقوم مقونية يقول الله بيه تبان كنا تبان كن صحابي او قدماه يلا بدي كرعي مكاه ويتشبين مركي الله بك الله نعي ويتشبين الهي بقرانك الشيقي ويوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا ما ننتي حنين الهي بايدين هيلي مركي اذن لا يبقى لسي ترغى يفرهن وحبنا ايدين ترويدي ويتشبين الا النبي عليه الصلاة والسلام الدواقي يا اصحاب الشجرة يا اصحاب بدر يا بني فلان يا بني فلان سوى رسولك تاغن قوبتي لك قد غاقي صلى الله عليه وسلم والنبي قال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب النبي بانا هو اللي ما بيني كره إن عبد المطلب بانا يبان النبي قال عليه الصلاة والسلام أنا ابن مالك محوري سوى صفين يا موقع يا حالة داس والله رسولك ينهره سعلا بوهيه
goobti dagaalka talaabo dib uma qaadin waxaanay ahayd buuri markay xaaladu nagu darnaato qaar nabiga gaashaan ka dhigto isaga daba galaayaan ahayn calayhi salaatu wasalaam walaalayaal haddaba xasimada iyo jabkayna haysta islaam iyo muslimiin haysta waxa weeye koow inay ka tageen shareecadoodi weeye ilaa in diinteenna u noqono oo aynu sharafta iyo ciziga diinteenna ka dhex baadhnana guuldarrida iyo jabidaasi waa ina haysanaysaa walaaladeenna falastiinna waa u ducaynaynaa kii ku tari kara maal kii ku tari kara muruq kii ku tari kara duco oo waxa ugu yaree maanta loo qaban karaa intaba way u baahan yihiin iyaga iyo kayrkooda muslimiinta kale ee dhibaatada haysataba Ahmed Qani Star TV Hargeysa Hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda ee dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adigoo nisaawleyn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel Bon xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaamiyuhu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil dahabshiil group